كثير من قصص التاريخ فيها عبرة تمس واقعنا وواقع الناس بأي زمن كان. واحدة من هاي القصص هي في عهد النبي موسى عليه السلام. كان في زمانه رجل صياد يصطاد السمك وينفق على عائلته من هذا العمل. وبيوم من الأيام اصطاد سمكة كبيرة وكان فرحان، أخذها إلى السوق حتى يبيعها. وبهاي الأثناء جاء رجل من اللي ما يخافون رب العالمين، اللي ما يفكر بآخرة ولا حتى من أين يأخذ لقمة طعامه، من حلال من حرام. أخذ السمكة من الصياد بالقوة وضربه، وذاك المسكين ما استطاع أن يرد عليه لأنه ما كان بقوة هذا الرجل الظالم. هذا الصياد المسكين وبقلب مكسور رفع إيده إلى السماء وقال: يا رب، جعلتني ضعيفا وجعلته قويا، فخذ حقي لي منه. ودعوة المظلوم تخترق الحجب، وخاصة إذا كان هذا المظلوم ما عنده ناصر غير الله سبحانه وتعالى. وكما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. لأن إذا كان الناصر الله سبحانه وتعالى فلا الإنس ولا الجن يقدرون على أمر الله سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ذهب هذا الرجل الظالم إلى البيت وأعطى السمكة لزوجته، طبختها وقدمتها إليه، وأثناء الأكل انغرست شوكة في إيده، وفيما بعد أصاب إيده الالتهاب، وسر المرض إلى باقي أجزاء إيده، وحتى الأطباء قرروا يقطعون كفة ثم فيما بعد ذراعه، وما انتهى المرض. وبأحد الأيام وهو نائم وفي عالم الرؤيا سمع منادي ينادي: يا فلان، إلى متى تقطع يدك؟ اذهب إلى الصياد اللي ضربته وغصبت حقه واطلب منه السماح. ذهب إلى الصياد وطلب منه السماح، وصار يتمرغ في الأرض وحتى يسامحه ويعفو عنه. المهم سامحه فشافاه الله سبحانه وتعالى. جاء النداء إلى نبي الله موسى عليه السلام: لولا أن الصياد رضي عنه لعذبته طوال حياته، كيف بآكلي حقوق الناس وغاصبي حقوق الآخرين؟ كيف ينامون الليل وهناك رب لهم بالمرصاد يمهل ولا يهمل؟ إياك وظلم الآخرين وغصب حقوقهم، فدعاء واحد ممكن يقلب حياتك.